احنا راني ماشي لإيطاليا، ادعينا ادعينا. بهذه الرسالة غير المنتظرة استقبل شمس الدين خبر هجرة زوجته وحفيديه بطريقة غير شرعية، واختارت رحلة محفوفة بالمخاطر لبلوغ الضفة الأوروبية، خبر نزل كالصاعقة على رب الأسرة. المهم الصباح لقيت خطك ولقيت زاد ميساج معناتها فوكال، كنت حطيته قبل ما يسكروا تليفونات، راني قصدت ربي والله غالب ربي ما لقيت حتى حل كان بحر. مرزوق صياد متقاعد وناشط في مجال حقوق المهاجرين، كرس سنوات من حياته لخدمة من تقطعت بهم السبل في مدينة جرجيس، وأنشأ مقبرة المجهولين حيث دفن فيها المئات ممن لفظت جثثهم أمواج البحر. الرجل ومنذ انقطاع الأخبار عن أهل بيته عاش في رعب، خوفا من سماع أن مصيرهم كان الهلاك. تلقى روحك أنت ممسوس من نفس الشيء هذا بحرقة، ما تنجم تكون تدفن ذرية بنتي ولا مرتي ولا ما نعلمش، معناتها شيء غريب. معناتها وواحد قاعد ليلتين ما بشوكي، واختش ارتاح كان كي سمعهم وشفتهم كي سمعتهم اللي وصلوا لإيطاليا. الزوجة خطت هذه الخطوة وغامرت وأية مغامرة. الجدة قررت ونفذت لإيصال حفيديها إلى أمهما بإيطاليا التي لم تكن قادرة على إحضارهما بشكل قانوني. مرتي قلبها أقوى مني أنا، اللي غامرت بحياتها وحياة أولادها باش توصل أولاد بنتي لأمهم، لأن عملنا ثلاثة فيزاوات الجروب فاميليال، وبنتي عندها 5 سنين في فرنسا، على الأقل تهز أولادها تربيهم غادي بحذاها، ما عطوهاش الفيزا، هي عندها الفيزا، شوف قداش ضحت هي تنجم تمشي وتجي كيفي أنا، لكن الوليدات ما عطوهمش. مرزوق وعشرات غيره مروا بنفس التجربة المريرة وما زالوا، وبالأرقام الصادرة عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ارتفع عدد المعابر غير القانونية بين تونس وإيطاليا بشكل كبير هذا العام، حيث وصل أزيد من 10,000 مهاجر إلى إيطاليا بين يناير وغشت، تقابله جثث عشرات آخرين لم يكتب لهم الوصول إلى الحلم الأوروبي.